سامي ساحيري، ممثل شركة بروساتي، شركة مختصة في صناعة مواد التغليف. لديها وحدتين، الوحدة الأولى متخصصة في صناعة الأكياس المنسوجة، والوحدة الثانية متخصصة في صناعة التغليف المرن. البرودوي ديستيني بور لاغرو اليمونتير، لاليمون دو بيتاي، ليمولان، بور لي برودوي كوزميتيك فارماسوتيك اوسي. أهم الزبائن، لدينا العديد من الزبائن مثل جروب لابيل، مجمع سناكس، مهبول، مينيكاب. الهدف من تواجدنا هو بور ديفلوبمون دو برودوي، نشوفوا رغبة الزبائن تاعنا باش نطوروا المنتوج تاعنا أكثر وأكثر.